Hallo, ich bin hier Ahmed al-Mahdi. Wie geht's euch, meine Freunde? معكم هير أحمد المهدي. النهاردة هنتكلم عن الجزء الثالث في سلسلة إزاي تكون جملة لوحدك في اللغة الألمانية. جه الدور النهاردة اللي هنتكلم فيه عن فعل اسمه كونن. كونن كونن فعل كونن يعني يستطيع. الفعل كونن بيعد من الأفعال الناقصة في اللغة الألمانية. طيب لازم أفهم يعني إيه كلمة فعل ناقص في اللغة. الفعل الناقص هو فعل بيحتاج إلى فعل آخر لتكملة معناه. الفعل كونن بيحتاج إلى فعل في نهاية الجملة عشان يكمل المعنى بتاعه. فعل كونن تصريفه مع إيش؟ عايز أقول أنا أستطيع. إيش كان إيش كان إيش كان يعني أنا أستطيع. كلمة جوت يعني جيد. جوت جوت يعني جيد. طب عايز أقول أنا أستطيع أن أتحدث ألماني جيدا. كلمة دويتش اللي هو اللغة الألمانية. دويتش دويتش اللغة الألمانية. الفعل شبريشن فعل شبريشن يعني يتحدث. شبريشن 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 يعني يتحدث. يبقى أنا كده خدت أنا أستطيع اللي هي إشكان. كلمة جود يعني جيد. فعل يتحدث يعني شبريشن. وكلمة اللغة الألمانية يعني دويتش. عايزين بقى نكون الجملة كلها على بعض. عايز أقول أنا أستطيع أن أتحدث اللغة الألمانية جيدا. جميل، ركز بقى معايا عشان تعرف تكوين الجملة إزاي في الأفعال الناقصة. أيوة، إيش كان جوت دويتش sprechen. تاني ich kann gut deutsch sprechen. ich kann gut deutsch sprechen يعني انا استطيع ان اتحدث الالمانية جيدا. اخلي بالي هنا ان الفعل كان بيحتاج في نهاية الجملة فعل اخر، ولابد ان يوضع الفعل في نهاية الجملة اللي هو الفعل التاني بيكمل المعنى اللي هو sprechen. Ich kann gut Deutsch sprechen. أنا أستطيع أن أتحدث الألمانية جيدا. طيب عايز أنفي الجملة دي، عايز أقول أنا لا أستطيع أن أتحدث اللغة الألمانية. تمام؟ Ich kann nicht gut Deutsch sprechen. Ich kann nicht gut Deutsch sprechen. Ich kann nicht gut Deutsch sprechen. برضو حطيت الفعل في نهاية الجملة. واضح؟ يبقى أنا عندي كان بتحتاج في نهاية الجملة فعل في المصدر اللي هو فعل sprechen حطيناه في نهاية الجملة. طيب عايزين نكون جملة. عايز أقول أنا أستطيع أن ألعب كرة قدم جيدا. أنا أستطيع إيش كان جيد جود كرة قدم اللي هي فوسبال. فوسبال وفعل يلعب يعني شبيلن. شبيلن يبقى احنا اتفقنا ان الفعل الناقص بيحتاج في نهاية الجملة فعل في المصدر، وهنا الفعل هيبقى شبيل ان هو يلعب اللي هيبقى في نهاية الجملة. طب نكون الجملة ازاي؟ انا استطيع ان العب كرة قدم جيدا. نفكر كده.
تمام. إيش كان جوت فوسبال شبيلن. إيش كان جوت فوسبال شبيلن. إيش كان جوت فوسبال شبيلن. يعني أنا بعرف ألعب كرة قدم جيدا. وزي ما اتفقنا إن أنا لو لقيت الفعل الناقص اللي هو كان بحط في نهاية الجملة الفعل في المصدر اللي هو بيبقى آخره إيه إن أو إن. واضح كده؟ طيب في عندي كلمة اسمها، ركز معايا، كلمة لايدا. لايدا 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 يعني للأسف. طب عايز أقول أنا مش هقدر آجي للأسف. طب أنا أستطيع، يعني أنا أستطيع لسه إلينا إيش كان. طب للأسف لايدا، يبقى إيش كان لايدا. إيش كان لايدا نيشت كومن. إيش كان لايدا نيشت كومن. إيش كان لايدا نيشت كومن يعني للأسف أنا مش هقدر آجي. خلنا الحلقة اللي فاتت إن أنا في عندي أداة ربط اسمها دن. دن كلمة دن يعني لأن، وقلنا إن دن بتدل على السبب. فأنا بقول إن أنا مش هقدر آجي، إيه السبب؟ لأن أنا ما عنديش وقت. طب عايز أقول أنا أمتلك أو أنا لدي، يبقى إيش هابي. إيش هابي أنا أمتلك. إيش هابي أنا أمتلك. طب عايز أقول أنا لا أمتلك وقت، تمام. إيش هابي كاينة زايت. إيش هابي كاينة زايت. إيش هابي كاينة زايت يعني أنا ما عنديش وقت. فأنا عايز أقول أنا للأسف مش هقدر أجي لأن أنا ما عنديش وقت. إيش كان لايدا نيشت كومن دن إيش هابي كاينة زايت. إيش كان لايدا نيشت كومن دن إيش هابي كاينة زايت. إيش كان لايدا نيشت كومن دن إيش هابي كاينة زايت. تمام. نلخص بقى الكلام اللي احنا قلناه. خدنا الفعل الناقص كونن، وقلنا ان كونن بمعنى تمام، يستطيع. تصريفه مع ايش تبقى ايش كان انا استطيع. وعرفنا ان الفعل كونن بيحتاج في نهاية الجملة فعل في المصدر، زي فعل شبغشن نتحدث، فعل شبيلن يلعب، فعل كومن يعني يأتي ويبقى في نهاية الجملة. خدنا كمان ان في كلمة معناها للأسف. يعني ايه للأسف؟ تمام لايدا. خدنا أداة ربط معناها لأن، اللي هي معناها ايه؟ دن. وكلمة وقت يعني سايت. طب لو نفيتها تبقى كايني اتسايد. كده تبقى خلصت حلقتنا من الجزء الثالث، ازاي تكون جملة لوحدك في اللغة الألمانية. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. سلام.